دلوقتي خلينا نتابع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده. كمان النهارده في مباريات قويه في اطار الجوله 37 من الدوري الانجليزي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتنطلق امتحانات شهادة الدبلومات الفنية العملية، أما الاختبارات النظرية فتنطلق يوم 27 من نفس الشهر. كمان النهاردة هتنطلق امتحانات إتمام المرحلة الابتدائية الأزهرية الفصل الدراسي التاني، وهيأدي الطلاب امتحاناتهم في مادة القرآن الكريم، ويوم الحد 21 مايو في مواد التربية الإسلامية والعلوم، يوم الاثنين 22 مايو اللغة العربية والخط والإملاء، ويوم الثلاث 23 مايو هيمتحنوا الرياضيات والتربية الفنية، ويوم الأربع مواد الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي، وآخر امتحان هيكون يوم الخميس 25 مايو في مواد اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع. النهاردة هيستضيف جاليري داي المهندسين معرض الفنان التشكيلي نادر هلال تحت عنوان ذات. هيضم المعرض 50 لوحة فنية جديدة بمقاسات مختلفة، وهيستمر لمدة 3 أسابيع. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي هيكون معادهم مع 6 مباريات قوية في إطار الجولة 37 من عمر المسابقة، أهمها توتنهام مع برنتفورد الساعة 2:30 الظهر، الساعة 5 العصر هيلتقي ليفربول مع أستون فيلا، والساعة 7:30 أرسنال هيواجه نوتنغهام فورست.